السلام عليكم. مقطع اليوم عن أقوى محاكي ألعاب عرفته البشرية قديما أو حديثا. فكرة هذا المحاكي لحالة راح تخلي دماغك بوف ينفجر. الفكرة باختصار هي أنك تجيب خلاط كبير وتجيب أجهزة مثل سوني 1 سوني 2 والثري وجهاز السيجا والوي والبي اس بي وأي جهاز في بالك تحطهم في هذا الخلاط وتضربهم وتكون النتيجة هذا المحاكي. اليوم مع بعض راح أوريكم كيف راح تحمل هذا المحاكي وأوريكم الإعدادات الأساسية وكيف راح تشغله. فيلا نبدأ. الخطوة الأولى نروح إلى خانة الوصف أسفل الفيديو ويا ليت اللي مو مشترك في القناة يشترك. من قائمة الروابط المستخدمة في الفيديو نضغط على الرابط الأول راح يأخذنا إلى الصفحة الرسمية للمحاكي. ننزل شوية إلى أن يطلع لنا خيار Get Rich or Arch. هذا هو الخيار، نضغط عليه راح يأخذنا إلى صفحة التحميلات. ننزل إلى منتصف الصفحة، زي ما انتم شايفين هنا بعض الاجهزه اللي ممكن انك تشغلها في الجهاز مثل سوني 2 سوني 3 والبي اس بي واجهزه ثانيه. اذا تعرف الموقع على جهازك راح يطلع لك خيارين، تحميل المحاكي المستقر والخيار الثاني تحميل المحاكي المتطور. او انك تنزل كمان شويه راح يطلع لك شعار الويندوز، ننزل راح تجيك عده خيارات هنا تحمل المحاكي على حسب جهازك. اذا كان جهازك 32 بت لكن انا جهازي 64 بت فاختار على هذا الخيار. أول ما أضغط راح يبدأ عندي التحميل المباشر، أنتظر حتى يتم التحميل. بعد ما اكتمل التحميل ممكن إني أفتح ملف التحميل. راح أحط الملف اللي حملناه في سطح المكتب. زي ما أنتم شايفين الملف جاني مضغوط فلازم إني أفك الضغط. أضغط على الملف وأختار استخراج في ملف. اختار وين ابغى احفظ الملف، انا راح احفظه في سطح المكتب واضغط اوكي. انتظر حتى يتم فك الضغط. زي ما انتم شايفين اكتمل عندي فك الضغط، هذا هو الملف. الان ممكن اني احذف الملف اللي حملناه عشان احفظ المساحة. الان نفك الملف، ننزل أسفل إلى أن يطلع لنا المحاكي. هذا هو ملف المحاكي، أضغط ضغطتين راح يفتح عند المحاكي. زي ما أنتم شايفين فتح عندي المحاكي، هذه هي الواجهة الرئيسية. الخطوة الثانية راح أوريكم كيف راح تحمل الألعاب. الأفضل إذا أنك بتحمل الألعاب تحطها كلها في ملف على حسب الجهاز. مثلا عندي جهاز بلايستيشن 1 بلايستيشن 2 والسيجا. في مقطع اليوم راح نجرب نشغل ألعاب السيجا. زي ما أنتم شايفين هذه هي الألعاب اللي نزلتها. عشان تحمل الملف ممكن أنك تنزل خانة الوصف أسفل الفيديو، راح تحصل رابط المدونة اللي أنا سويتها، جمعت لكم أفضل مواقع تنزيل وتحميل الألعاب. أنا شخصيا أستخدم الموقع الثاني في المدونة، من هناك ممكن أنك تحمل الألعاب وزي ما قلنا تحطها في ملف. عشان أغير الواجهة أروح على الضبط وأختار الخيار الأول، بعدين راح يجيني خيار القائمة المينيو، أضغط عليه وأروح على آخر خيار اللي هو XMP، أضغط عليه وبعدين أقفل المحاكي. وأفتح المحاكي مرة ثانية. هذا هو المحاكي، أضغط ضغطتين وراح يفتح عندي المحاكي. زي ما أنتم شايفين اتغيرت عندي الواجهة، صارت واجهة أفضل. طبعا هذا الشيء اختياري. وفي الخطوة الرابعة راح أوريكم كيف راح نضيف الجهاز. فنجي على القائمة الأولى، نختار على الاختيار الأول وننزل للاختيار الثاني اللي هو Download a Core. نضغط ننتظر شوية إلى أن يتم تحميل الأجهزة. زي ما أنتم شايفين في أجهزة كثيرة. في هذا المقطع راح أوريكم كيف راح تضيفوا جهاز السيجا. إن شاء الله في المقاطع الجاية راح أوريكم كيف راح تضيفوا بلايستيشن 1 بلايستيشن 3 وبلايستيشن 2 والأجهزة الثانية. يعني بيكون شوية ملخبط لكن راح أوريكم أفضل الأجهزة. هنا عندي أكثر من جهاز للسيجا، أفضل واحد شفته إنه هذا هو، تضغط عليه راح يطلع لك إنه تم تثبيت الجهاز. بعد ما تم تثبيت الجهاز ممكن إني أقفل المحاكي. إذا أنت راح تلعب بالماوس والكيبورد فما راح تحتاج تسوي أي تغيير، لكن إذا أنت مثلي تبغى تلعب بالجوستيك أو الكنترول
ممكن انك تحط الجوستيك قبل ما تفك المحاكي. والان نرجع نفتح المحاكي مرة ثانية. راح اوريكم كيف راح تضيفوا الالعاب بعد ما اضفنا الجهاز. ممكن من خيار ويندو هنا تخليه فول سكرين اذا تبغى تكبر الشاشة. في القائمة الاولى ننزل الى اختيار شو ديسكتوب مينيو. نضغط على هذا الخيار راح تطلع لي صفحة ثانية. هذه صفحة التعليمات او صفحة الترحيب. ممكن اضغط على دون شو ميانجين لا تظهره مرة ثانية واضغط على اوكي. من هذا الفراغ الابيض تار اختيار انشاء قائمة تشغيل. راح نشغل العاب السيجا فاكتب سيجا واضغط على اوكي. اضغط على القائمة اللي انشأناها سيجا ونيجي على المربع الكبير هنا. اذا اخترت add file او files هنا راح يعطيني امكانية اني اضيف لعبة. اذا انا عندي لعبة واحدة انا بضيف المجلد كامل فاضغط على add folder. انا رتبت الالعاب كلها فممكن انك تسوي نفس الشيء فترتب الالعاب كلها وتحطها في مجلد وبعدين تختار المجلد. ومن هنا راح تختار الجهاز اللي انت تبغى تشغل البلاي ليست. نختار على هذا الخيار اللي هو نفس الكور. بعدين نختار الجهاز اللي هو سيجا ميجا درايف واضغط على اوكي. زي ما انتم شايفين هنا ظهرت لي الالعاب الموجودة في المجلد. ممكن اني اقفل واقفل المحاكي كمان. الان ارجع افك المحاكي مرة ثانية واخيرة. نضغط فتح. نروح على القائمة الاخيرة اللي انشأناها. هذه هي العاب السيجا جاهزة اقدر العبها مثل هنا لعبة سونيك. لكن في شيء ناقص لازم نحط الغلافات. فنرجع للقائمة الاولى وننزل الى خيار التحديثات. اختار هذا الخيار وانزل الى الخلفيات واختار القائمة اللي انشأناها اللي هي سيجا. يعني راح يشوف لي الالعاب الموجودة في هذه القائمة وينزل الغلافات حقتها. زي ما انتم شايفين اكتمل عندي التحميل. الان ممكن اني ارجع الى الالعاب وشوفوا طلعت لي الغلافات فصار افضل. وتضغط على اللعبة وتضغط على رن راح تشتغل عندك اللعبة مباشرة. الآن اشتغلت عندي لعبة سونيك بس بجرب الكنترولر. شغال زي العسل. الآن فقط شغلنا ألعاب السيجا. إن شاء الله في المقاطع الجاية راح أوريكم كيف راح تشغلوا ألعاب بلايستيشن 1 بلايستيشن 2 و3 والأجهزة الباقية إن شاء الله. وإلى هنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا اللايك إذا عجبكم المقطع وفارقكم وتشتركوا بالقناة عشان توصل لكم مثل هذه المقاطع أول بأول. وفي أمان الله.